مرحبا بكم مع حكيمه بلاصينا. راح نحضر معكم العجيجات، وهاد العجيجات كما تعرفوا راني حنحضرهم غير بالبصل الاخضر، وكيكون الورق تاع البصل الاخضر يابس هكذا نحوهم، يعني فستونا العجيجات تاعنا، ونحتاجو حبه بيض. وبالنسبه للتوابل القرفه وفلفل الكحل راني رايحه نحطهم على مره، ونزيد هذيك الحبه تاع البيض ونطم بالفارينه ونعاودو نولو ان شاء الله. بسم الله، ورانا حنزيد ندير هذيك الحبه تاع البيض، وقلت لكم نطمو بالفارين. بسم الله، انا هنا راني نملح ونطمو بالفارينه، نقول لكم حتى ينطمو لنا العجيجات تاعنا. شوفوا البنات، نقول لكم هذا البصل لازم نديرو يدينا كيما راني ندير انا، نعجنهم مليح يعني باش ندخلو هذيك الفارينه ونقدروا نطموهم. بسم الله، حنا خلاص رانا طميناهم ونخلوهم يرتاحوا باش نروحو نقلوهم. شوفوا بسم الله، راني حبيت نديرهم بالمغرفه كيما راكم تشوفوا، ونزكموهم مليح، والزيت راهي تسخن. نزيد معكم ثانيه، شوفوا كيفاش يعني العجيجات كيفاش نديروهم. نحو نقصوا هذا البصل الزايد ونديرهم غير بشويه، ونقصوا كي تسخن الزيت نزيدو نقصوا عليها، يعني نديرو النار ماشي قوية، ونسكمو مليح عليهم باش هداك البصل ما يخرج الناش. العجيجات ما قعدوش غير نقلبو فيهم، نقلبوهم مرة وحدة كي يحمرو مليح نقلبوهم. شوفوا اللون اللي خداوهم العجيجات تاعي، وانا هنا راني رايحة قريب نحيهم ونوريهم لكم حاضرين في صحن التقديم. هم العجيجات تاع نهار اليوم اللي حضرتهم معاكم، نقول لكم هاد العجيجات رانا مقبلين على شهر رمضان الكريم، تقدروا تحضروهم العائله تاعكم، وخاصه نقول لكم الناس زمان يعرفوا بزاف العجيجات تاع البصل الاخضر. بسم الله، راني حنقسم وحده معاكم وتشوفوا شحال مليح هاد العجيجات، وان شاء الله ديروهم العائله تاعكم ولا درتوهم تاكلوهم بالصحه. وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.